من القميش اللي تنضم لنا عبر الهاتف مراسلة أخبار الآن روناك شيخي. روناك أهلا بك معنا. إذا الأنباء تتحدث أن هناك شبكات ما بين قوة سوريا الديمقراطية وأفراد داعش في دير الزور، بحسب المعلومات التي وصلتك من خلال اتصالاتك بالقادة على الأرض، ماذا يجب التحديد؟ إلى أين وصلت هذه الشبكات؟ وأيضا ماذا بالنسبة لتقدم قوة سوريا الديمقراطية؟ نعم خديجة، في الأيام القليلة الماضية حرر مقاتلو حملة عاصفة الجزيرة قرية الإعدادات الواقعة في كيلومتر جنوب شرق مدينة دير الزور، بالإضافة إلى قرية الثلاثة 40 كيلومتر شرق مدينة دير الزور. أيضا بعد تحرير هذه القرى اتجه المقاتلون إلى قرية البزارة الواقعة 21 كيلومتر، ووردتني انباء انه تم تحصيلها خلال الساعات الماضيه. هي ايضا تقع جنوب شرق مدينه دير الزور، حيث اندلعت هناك اشتباكات عنيفه، قتل على اسرها نحو 29 من مقاتلي تنظيم داعش واسر واحد منهم، بالاضافه الى الاستيلاء على كميات كبيره من الاسلحه والذخيره. طبعا الجدير بالذكر خديجه ان الاجواء المناخيه السيئه جدا حيث تهب العواصف الغباريه، بالاضافه الى الامطار الغزيره، هذه الاجواء تقف عائقا امام التقدم لقوات سوريا الديمقراطيه. طيب ماذا بالنسبه للوضع الانساني روناك في ظل كل هذا، في ظل حتى ربما التغير المناخي وما قلت أنه يؤثر على تحرك قوة سوريا الديمقراطية، ماذا بالنسبة للنازحين؟ هل يؤثر أيضا على حركة النزوح؟ ماذا بالنسبة لوضع المدنيين ككل؟ طبعا الوضع الإنساني سيء جدا، لأن هذه الأجواء السيئة تؤثر سلبا على النازحين. المخيمات بدأت تفوق أقطارها الاستيعابية، الكثير من النازحين خارج تواتر المخيمات ينامون في العراء دون اي خيم او اي شيء، ويواجهون البرد القارس، بالاضافه الى الامطار الغزيره. يعني الوضع سيء جدا بالنسبه للناس. طيب روناك، يعني ماذا بالنسبه لاتصالاتك مع القاده على الارض، ماذا يقولون فيما يخص معركه دير الزور؟ يعني متى يمكن القول بان دير الزور ممكن ان تكون مطهره من داعش؟ طبعا القوات تتقدم بشكل كبير، ولكن كما قلت لك فان الاجواء السيئه ستقف عائقا نوعا ما هذه الايام التي يجب تقدم القوات، لكنها قطعت شوطا جيدا بالنسبه للتقدم. قوات الديمقراطيه سيطرت على الكثير من سقوط النفط، بالاضافه الى الكثير من المناطق الواقعه جانب. نعم شكرا لك روناك شيخي مراسلة أخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من القمشلي. في العراق أكدت مصادر عسكرية في قيادة عملية الأنبار أن قوات من الجيش العراقي ومقاتلي عشائر المحافظة حررتا ناحية العبيدي من احتلال داعش الشرقي القائم. المصادر أكدت لأخبار الآن أن قوات من الفرقة السابعة ومن لواء مغاوير عمليات الجزيرة التابعة للجيش العراقي ومقاتلي الحشد العشائري تمكنوا من تحرير ناحية العبيدي الشرقي القائم من احتلال التنظيم، مضيفة أن عملية تحرير ناحية البعض العبيدي تمت بعد قتل عدد من الإرهابيين وتفجير سيارتين مفخختين كان يقودها انتحاريان، إلى جانب تدمير مفرزة هاون تابعة لمقاتلي داعش.